ليه يبعد؟ هلقى حل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه يا اخويا شديناها في الجبينه صاحبي في النير. لحظه ما يتكلم حد ما يتكلم حد. خويا هذه شديناها في الجبينه في الليل خويا. الحمد لله خويا نصلي ونعرف ربي. خاف خوفنا خويا وقفناها. هاي خويا نلقاوها خويا فاش تخبي خويا في الجبينه خويا. برا صورها في صفيصة ورجع. هاي خويا هاي كنت تكلم هاي تكلم في بنت. يا اخوي برا شوف مرتك. برا اخوي شوف مرتك.